بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم ذي بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنة من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس وعلى ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربهم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبة من بين يدي ومن خلفه يحفظنه من أمر الله إن الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بكم من سوء فلا مرد له وما لكم من دونه من وال.